السلام عليكم، يا صباح أو مساء الفل على كل المستمعين. تحياتي لمحب الرعب وأحداث الإثارة في مصر وخارجها، عشاق العالم الخفي والباحثين عن الكيانات الخفية والمرعبة في عالم ما وراء الطبيعة، كل ده على قناتنا حواديت رعب. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وطبعا شير في الخير. ومعاكم بالأداء الصوتي زهراء، أتمنى ننال إعجابكم. ومع فيديو جديد وعلى لسان صاحبها اللي كان بيحكي، وزي ما انتوا عارفين ان العهد على الراوي، فكان بيقول انا كنت بشتغل في مستشفى لا داعي لذكر اسمها. المستشفى دي كانت في ألمانيا وبالتحديد في مدينة ميونخ. أنا كان شغلي داخل المستشفى هو كان حارس أمن، واللي بيكون في معظم الأيام في الشفت الليل. استمر شغلي في المستشفى لمدة سنتين، لكن في خلال السنتين دول حصلت معايا حاجات كتير مرعبة هبقى أحكي لكم عليها بعدين. المهم أنا شغلي دلوقتي هو أمن في واحدة من الدوائر الحكومية، والمبنى كان قديم جدا، كان من أيام الحرب العالمية الثانية، واللي كان مقره مستشفى عسكري للجيش الأمريكي أيام، وهو دلوقتي دايرة حكومية ألمانية. أنا طبيعة شغلي هو موبايل نظام خاص بشركة السيكيورتي، واللي كان شغال بمغناطيس، يعني أول ما تقرب الموبايل من الجهاز الموجود في المكان والموجود فيه بيديك إشارة إنك وصلت للنقطة. فأنا كان عندي 38 نقطة، وكان مطلوب مني إن أنا أتأكد وأشيك عليهم يوميا. فكان في نقط جنبها جراج عربيات، وكان في نقط جنبها غرف أو أوض، فكان لازم أتأكد إن كل الأبواب والشبابيك والكهرباء لازم تكون مقفولة. والدورية كانت بتاخد معايا ساعتين ونص. أول ما استلمت الشغل أنا كان معايا أربع زمايل، ثلاثة كانوا بيشتغلوا في الشفت الصباحي واثنين كانوا في الشفت المسائي، وكان من حظي إن أغلب شغلي في الشفت المسائي، وده لأن معظم اللي كان هنا ما كانش بيرضى يشتغل في الشفت المسائي، وده كان بسبب الحاجات الغريبة اللي كانوا بيشوفوها. المهم انه من اول شهر ليا ثلاثة منهم سابوا الشغل، فبسألهم عن السبب ردوا عليا وقالولي انهم كانوا بيشوفوا حاجات غريبة ومحدش كان بيصدقهم. فبسألهم بقول لهم كنتوا بتشوفوا ايه؟ فرد عليا اتنين منهم واتكلموا وقالوا انهم كانوا بيشوفوا خيالات وبيسمعوا اصوات مرعبة، وان المكان ده مسكون بالجن، وانهم لما كلموا المدير علشان يغير الشفت بتاعهم صباحي رفض واصر انهم يكملوا في الشفت المسائي. لا وكمان ما صدقش حاجة من اللي هم قالوا له عليها. اما التالت بقى فمرضيش يقولي هو ساب الشغل ليه، وده علشان ما يخوفنيش ويخليني انا كمان اسيب الشغل. صحيح الكلام اخدني ونسيت اعرفكم بنفسي، انا شاب عربي الجنسية واسمي علي. اول شهر ليا كنت بتعلم ازاي اعمل الدورية واحفظ مكان النقط وترتيبها، ولاني جديد فما كنتش بعمل الدورية لوحدي، فكان لازم يكون معايا واحد من زمايلي علشان يشرح لي اعمل ايه. فكان في البداية ما كانش بيحصل حاجة او اي شيء غريب، وكل حاجة كانت طبيعية. ومع الشهر التاني اتعلمت كل حاجة وبقيت بعرف اعمل الدورية لوحدي، لانه كان لازم واحد فينا يفضل في المكتب قدام شاشات الكاميرات والتاني يعمل الدورية، واول ما يخلص بيرجع على المكتب والتاني يقوم علشان يعمل الدورية بتاعته. وفي اول كام يوم وانا بعمل الدورية انا كنت بحس ان في طاقة غريبة في المكان ومش مريحة، يعني طاقة غريبة مش مريحة، كنت حاسس ان في حاجة غلط،
كنت بكون ماشي مش مرتاح، حاسس ان انا مش لوحدي في المكان ده، وده اللي كان بيخليني افضل اتلفت حواليا بس ما كنتش بلاقي حاجة. انا بقى متعود من ايام شغلي في المستشفى اني بحب اشغل قصص رعب على الموبايل، وكنت بشغل قصة رعب وانا بعمل الدورية. لكن وفي يوم وانا بعمل الدورية وصلت ورا المبنى، لانه كان في نقطة هناك لازم اقف في المكان ده واكد على الباب اللي بتيجي منه عربيات الاكل للمستودعات بتاعة المطعم الخاص بالموظفين اللي في المبنى، ولازم يكون الباب مقفول والشبابيك كمان بتاعة المكاتب اللي حواليه، وافضل احرك الكشاف على الشبابيك كلها، وده علشان اتأكد انها مقفولة وكل حاجة تمام، واروح على النقطة اللي بعدها. وفترة ما كنت بمشي الكشاف على الشبابيك حسيت ان في حاجة عدت من جنب اليمين، والكلام ده كان بسرعة. الحاجة دي تحس بيها وانت مغمض عينيك. انا ما شفتش حاجة، بس حسيت بهوى سريع عدى من جنبي لدرجة ان جسمي كله اشعر وشعري وقف. انا بطبعي مش بخاف بسهولة، بس رجلي، انا رجلي ما كنتش قادر احركهم وكأنهم لزقوا في الارض، وقلبي كان عمال بيدق بسرعة، وده اللي خلاني استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرأت المعوذات وحصنت نفسي وقلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وده اللي خلاني ان انا قدرت احرك رجلي بعدها. ورغم ان الوقت كان في الشتاء وبرد جدا، بس جسمي كان درجة حرارته عالية جدا، وجسمي كله فضل ينزل عرق ويتنفض، ومعاها سمعت صوت خطوات تقيلة. الخطوات دي كانت جاية من ورايا وكأن حد رجله مكسورة وعمال يجر فيها على الأرض. أنا بصيت ورايا مفيش أي حاجة. بصراحة وقتها أنا خوفي زاد، فسبت المكان بسرعة، ومعها حسيت بصداع جامد قوي لدرجة لا تحتمل، وعقلي ما كانش مستوعب اللي بيحصل ده كله. ورجعت المكتب بسرعة وسألت زميلي، بقوله انت شفت حاجة في الكاميرات؟ رد قال لي انا ما خدتش بالي. سألني وقال لي حاجة ايه اللي بتتكلم عنها؟ وبعدين ما انت عارف ان عندنا اكتر من 50 كاميرا، فلو حصل حاجة غريبة جهاز الانذار هيرن. قلت له طب الكاميرا اللي ورا المبنى ينفع نراجع التسجيل عشان اشوف حاجة حصلت من 10 دقايق؟ رد وقال لي انه مع الاسف ما يقدرش، وده لان دي دايرة حكومية واحنا الكاميرات عندنا بتصور بس، فلو حصل اي حاجة كبيرة المختصين الحكوميين هم بس اللي يقدروا يراجعوا التسجيلات، وده لان عندهم السيرفرات والباسورد. بحكي له على اللي حصل معايا، فضل يضحك عليا ويتريق، قال لي يا أخي مش يمكن بتتخيل وبيتهيألك عشان قصص الرعب اللي بتسمعها، وعشان أثبت لي وأثبت لنفسي وأتأكد هل ده حقيقي فعلا ولا لأ زي ما هو كان بيقول، وإن أنا بتخيل بسبب قصص الرعب اللي بسمعها، أنا دخلت في تحدي مع نفسي ورحت تاني ورا المبنى وفي نفس المكان اللي حصل فيه معايا كل ده، وطلعت الموبايل وفضلت أصور. صورت المكان وقلت انه لو في اي حاجة غريبة هيكون معايا اثبات ودليل، ولو ما فيش حاجة هحذف اللي صورته وصور غيره. انا وقتها صورت تقريبا حوالي 4 ساعات لحد ما خلص معاد شغلي، لكن ما فيش حاجة غريبة حصلت. ولما رجعت البيت رجعت اشغل في الفيديوهات مرة تانية، وكانت كل حاجة تمام وهادية وما فيش اي حركة، فحذفت كل اللي صورته. تاني يوم عملت دوريتي، وقبل ما تغيب الشمس انا كنت مخلصها، وده علشان حاجتين. اول حاجة بصراحة انا كنت خايف ان يحصل معايا اللي حصل امبارح، وتاني حاجة اني اقنع نفسي باني كنت بتخيل. المهم انا خلصت دوريتي بسرعة وما كنتش مركز من الخوف في الوقت ده، لاني كنت مرعوب جدا وجسمي كان بيتنفض وكنت بغلط كتير في شغلي. المهم عندي اني اخلص وارجع على المكتب علشان اتابع من قدام الشاشات واصور كل حاجة بالموبايل. واكتر وقت انا كنت بركز عليه هو وقت من بعد نص الليل لحد الفجر، لكن الساعة 2 تقريبا لفت انتباهي
حاجة غريبة، وده كان نفس الوقت اللي حصل فيه معايا الموقف امبارح، وده اللي زاد وأكد إن أنا ما كنتش بتخيل وقلت أروح على المكان نفسه، واللي شجعني إني أروح لإني الحمد لله حافظ قرآن، وقلت المرة دي أنا هتحدى نفسي ومش هخاف من الكيان اللي كان موجود هناك، وده علشان مخسرش شغلي. انتوا ممكن تقولوا ان ده جنون او طيش، انا مشاعري بصراحة كانت متلخبطة، كانت مزيج ما بين الشجاعة والخوف، انا كنت بقدم في رجل واخر في التانية. لكن لما زميلي شاف الفيديو قال لي بلاش تروح على المكان ده في الوقت ده، قلت له انه لو ربنا كاتب لي حاجة هتحصل. قال لي بس انت كده بترمي نفسك في التهلكة، انت ما تعرفش حاجة عن العالم ده، ولا تعرف قدراتهم ايه، ولا ممكن يعملوا معاك ايه. قلت له ما انا مش هفضل خايف منهم، لازم اعرف منهم هم عايزين ايه. قال لي اللي ظهر بالفيديو هو كان مجرد خيال، هتروح تعمل ايه ولا هتكلمه ازاي وباي طريقة، وما تنساهش ان ده مكانهم وانت كده اللي بتتعدى عليهم. الصراحة هو اقنعني وهداني شوي، فبعدت عن المكتب علشان ما فكرش في الموضوع، بس احتفظت بالفيديو اللي انا صورته. وقلت بيني وبين نفسي أنا هنسى كل اللي حصل، وبقيت بعمل الدورية بتاعتي، بس كنت بشغل وقتها قرآن لحد ما خلص وحاول مركزش في أي حاجة، وده لحد ما رجع على المكتب. وتمر الأيام، وبعد 3 أيام من الموقف كنت راجع على البيت بعد الفجر لما خلصت شغلي علشان أنام، لأني طول الليل كنت سهراء. وصلت البيت وحضرت هدومي علشان أدخل أخد دش، دخلت الأوضة علشان أنام، فقفلت الستاير وطفيت النور لأني بحب بصراحة أنام في الضلمة. واحد بيتابع قصص رعب أكيد بيحب الضلمة، ما بيخافش منها. كانت الأوضة عتمة كحل، لكن فجأة ظهر لي كيان طويل أوي أوي واصل من الأرض للسقف. أنا وقتها كنت ما بين النوم والصحيان، كان شكله بصراحة مرعب جداً، ورغم ان الأوضة ضلمة بس كنت خايف، كل تفاصيله كانت واضحة بالنسبة لي. معرفش ازاي جسمه كله كان مليان شعر وعيونه حمرة، وعيون لوحدها كانت مشقوقة بالطول، وطالع ليه قرنين كبار من راسه. انا بصراحة جيت اقرأ قرآن لقيت لساني اتلجم مش قادر احركه، وجسمي كله كأنه اتشل، ما كنتش قادر اتحرك،
فجأة الكيان ده اتكلم، وصوته رعبني. واللي رعبني اكتر ان صوته كان غليظ قوي، وكأن اربع اشخاص بيتكلموا مع بعض. قال لي: احنا عشيرة من الجن عايشين بالمكان اللي انت بتشتغل فيه. كان بيتكلم معايا من غير ما يحرك شفايفه، بس الكلام انا كنت حاسه جوايا وجوه دماغي، مش سامعه من وداني، انا كنت حاسس بيه في دماغي انا مش عارف ازاي. قال لي: كان في سواق لعربية عندكم في الشغل بتاعكم، كان اسمه دانييل، كان بيجيب لينا العظم وبواقي الاكل، بس هو بقاله فترة بطل يجي، عشان كده انا ظهرت لك، وظهوري ليك علشان ما تخافش، انا مش هأذيك، بس هيكون بيني وبينك اتفاق، انت تجيب لينا العظم وبواقي الاكل اللي بتفضل منك وتحطها في المكان اللي انا هقولك عليه. خلص كلامه واختفى. بعد ما اختفى قمت، وده لان جسمي فك، قمت بسرعة نورت النور واستعذت بالله من الشيطان الرجيم، قلت اكيد انا كنت بحلم. لما رحت الشغل سألت زميلي لانه كان اقدم مني في الشغل، قلت له: انت تعرف حد اسمه دانييل كان شغال هنا؟ رد علي وقال لي: اه ده كان سواق على عربية من عربيات الاكل، بس ساب الشغل من فترة. وده اللي أكد لي إن أنا ما كنتش بحلم، وإن أنا كنت واعي وصاحي، وإن اللي شفته ده كان جن حقيقي وظهر لي أنا في قطي. صاحبي سكت فجأة وبصلي وسألني: أنت بتسأل ليه عن الشخص ده؟ وتعرفه منين؟ ده كان موجود قبل ما أنت تيجي، ومشي وساب الشغل قبل ما أنت تيجي. حكيت له عن اللي حصل، لقيت وشه اتغير ورد عليا رد صراحة ما أقنعنيش. قال لي: انت تلاقيه كنت بتحلم. قلت له: طب واسم دانييل انا هعرفه ازاي لو انا كنت بحلم؟ هو فعلا كان بيشتغل هنا؟ قال لي ما تركزش وانسى اللي حصل. رديت عليه قلت له: طيب تمام فيش مشكلة، بس بيني وبين نفسي انا قررت ان انا هعمل باتفاقي مع الجني وهحط لهم اي بواقي اكل اللي كانت بتفضل مني في المكان اللي هو حدده وقال لي عليه. تاني يوم أنا اشتريت نص فرخة، أكلت منها حاجات بسيطة وخدت الباقي، رحت حطيته ليهم. بصراحة أنا وقتها كنت خايف شوية، لكن بعد ما حطيت الأكل وأنا راجع شفت كلب. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وطبعا شير في الخير. اشتريت نص فرخة، أكلت منها حاجة بسيطة وأخدت الباقي ورحت وحطيت الأكل. أنا بصراحة كنت خايف شوية، وبعد ما حطيت الأكل وأنا راجع شفت كلب، والكلب ده كان شكله غريب، لا وكمان عدى من جنبي وراح على المكان اللي أنا سبت فيه الأكل، وفجأة لقيته اختفى. ولما قربت من المكان مرة تانية وبصيت عليه، لا لقيت الكلب ولا لقيت الأكل، وده اللي خلاني خفت جدا، لأن المكان اللي سبت فيه الأكل ده كان يعتبر مكان مقفول وما كانش ليه أي مخارج تانية، والكلب مرجعش من قدامي. طب إزاي اختفى؟ رجعت المكتب وبقيت كل ما بيفيد مني أكل أو من زميلي بحطه في كيس واخده وأحطه ليهم في نفس المكان وامشي. وفي يوم وأنا بعمل الدورية نزلت على البدروم ورجعت بعدها بحوالي 6 ساعات على المكتب، وبرغم ان الدورية المفروض بتاخد 2.5 ساعات، معرفش عدى كل الوقت ده ازاي، انا مش فاهم، بس اللي فاكره اني سمعت صوت بغرفة الاجهزة اللي كان فيها التدفئة والتكييف، رحت اشوف الاصوات جاية منين ومصدرها ايه. ولما وصلت للأوضة وأول ما دخلت كان الجو طبيعي وما فيش أي حاجة ولا سمعت أصوات، لكن فجأة أنا لقيت الجو بقى حر جدا، وتحس إن الأوضة ما بقاش فيها أي أكسجين، لدرجة إن أنا كنت باخد نفسي بالعافية ما كنتش عارفة أتنفس. مرة واحدة أنا حسيت بهوا سخن كان في ظهري، لكن ببص ورايا ما فيش أي حاجة،
لكن لما رجعت وببص تاني لقيت أكتر من كيان كانوا واقفين وعمالين يبصولي. هي أشكالهم كانت عادية جدا، بس أنا ما كنتش لقادر أحدد ملامحهم لأن كان وشوشهم بتتهز جامد وحركتهم سريعة، لحد ما اتكلم واحد منهم وتقريبا ده كان أكبرهم لأن كان صوته يوحي بحد عنده تقريبا 80 سنة. ده اللي خلاني أميزه وأعرفه من صوته. كان في واحد منهم ميت أنا كنت مفكره نايم. لما بصيت عليه الكيان الكبير ده بصلي وقال لي إن ده حفيده السادس وإن هو مات وعايزين يدفنوه. وفجأة كل حاجة اختفت ولقيت نفسي نايم على الأرض، رغم إني ما كنتش نايم، وفي المكان ده بالتحديد اللي كان فيه الكيان الميت لقيت حشرة هبقى أعرض لكم صورتها مع الفيديو، موجودة لحد دلوقتي وفي نفس المكان، اللي هي الحشرة اللي أنا بكلمكم عليها أو الكيان اللي كان ميت. ومن يومها وأنا كل يوم بحلم بحلم بيخص عملية الدفن، ومرة حلمت بغراب بيدفن غراب، ومرة حلمت ببنت بتدفن قطة. هي تبان إنها أحلام عادية مفيهاش أي حاجة تخوف أو ترعب، تيجي لقطة إن واحد بيدفن حاجة بس مش عارف هو بيدفن إيه، وبصحى من الحلم وهنا الأحداث بتكون خلصت. ولو حصل معايا أي حاجة جديدة هبقى أحكي لكم عليها، استنوني. أنا نسيت أقول لكم إن لحد اليوم أنا لسه بشوف حاجات محدش شايفها غيري، زي موقف حصل معايا امبارح رعبني جدا. أنا كنت راجع على البيت وراكب الباص، وأنا بنزل آخر محطة كنت قاعد ورا السواق، وكان في الكرسي اللي ورايا على اليمين واحدة لابسة أسود وحاطة دماغها على الكرسي، يعني سند عليه الكرسي اللي قدامها، سند راسها على الكرسي اللي قدامها، ما كانش باين ليها أي ملامح. قلت تلاقيها راجعة من الشغل أكيد وتعبانة، لكن وقبل ما انزل بمحطتين سواق الباص وقف وقال لي انت نازل فين علشان مفيش غيرك وانا عايز الف وارجع تاني. قلت له انا نازل اخر محطة، واسأل الاخت اللي قاعدة ورايا شوفها نازلة فين ولا هتاخدها معاك. فبصينا لورا احنا الاتنين وهو ما كانش في حد غيري. انا لما بصيت وما لقيتش حد غيري انا استغربت جدا، لان قبل ما السواق يوقف انا كنت شايفها. رد علي السواق وقال لي هي فين دي يا استاذ مفيش حد غيرك في الباص. قلت له انا اسف الظاهر من تعب الشغل انا تخيلت ان في حد قاعد ورايا. وفي يوم تاني وانا شغال جت شركة صيانة بتاعت الابواب والشبابيك اللي في المبنى علشان يعملوا صيانة دورية، فكانوا بياخدوا مني المفاتيح واول ما بيجوا بيسلموها وهم ماشيين بعد ما بيخلصوا. ومن حظهم النحس انهم اشتغلوا في المكان اللي ظهر لي فيه الكيان قبل كده، فكنت مراقبهم وبوص عليهم من الكاميرات كل شوية، والكلام ده كان مخصوص في فترة الليل، فكنت بروح اقعد معاهم شوية لما خلص الدورية بتاعتي. فلقيتهم بيسألوني انت شغال هنا من زمان ولا لا؟ رديت عليهم وقلت لهم ليه بتسألوا ليه؟ ردوا علي وقالوا لي اصل احنا بنحس بحاجات غريبة واحنا شغالين، والكلام ده كان بيكون بعد الساعة 12 وبنسمع اصوات صرخات اوقات واوقات. قلت لهم ممكن تكون اصوات من الشارع او اي حاجة تانية، انا بلف المكان وانا شغال فمش بسمع اصوات. فسبتهم وقلت اروح على المكتب واصور من قدام الكاميرات واشوف اللي بيحصل. صورت في اليوم ده فيديوهات كتير وهم شغالين، بس كانت فيديوهات عادية مفيش فيها أي حاجة غريبة. رحت مسحها، لكن لما جت حوالي الساعة 2 بالليل صورت فيديو كان غريب جدا اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي.
وقلت مش هعرفهم حاجة عشان لو قلت لهم ممكن يسيبوا الشغل وما يكملوش الصيانة، ولما يسألوهم عن السبب يعملولي أنا مشكلة. وبعد ما خلصوا شغل في اليوم ده جالي اللي كان طالع في الفيديو علشان يسلمني المفاتيح، لقيته بيسألني وبيقولي إنه هو شغال جاله راجل كبير في السن وقال لي أنا الحارس بتاع العمارة السكنية اللي جنبكم، وقال لي السكان اشتكوا من صوتكم العالي بسبب شغلكم في الوقت ده المتأخر من الليل، ياريت ما تشتغلوش من بعد الساعة 12 مرة تانية علشان السكان ما يتصلوش بالشرطة ويعملوا لكم مشاكل، لأن دي تعتبر شكوى إزعاج والقانون هنا لحد الساعة 10، بس احنا هنسيبكم تشتغلوا للساعة 12. وسابني ومشي، وده اللي أكد لي إن اللي صورته كان حقيقي. فأنا بسأله وبقوله طب أنت بتحكي وأنت خايف ليه كده؟ إيه اللي كان مخوفك وبتحكي وأنت خايف ليه؟ هو ممكن يبلغ عننا بجد؟ قلت له أكيد، لأن ما ينفعش تشتغلوا من بعد الساعة 10 لأن ده قانون البلد، إلا إذا كان معاكم تصريح في العمل بالوقت ده والكلام ده من جهات العمل الرسمية. قال لي لأ مش معانا، بس احنا بنسهر عشان نخلص الشغل لأن عندنا شغل متأخر ولازم يتسلم في معايد معين. رديت عليه وقلت له طب هو الراجل اللي جالك ده كان شكله ايه؟ قال لي ده كان راجل كبير في السن ودقنه بيضة ولابس لبس غريب. قلت له غريب ازاي يعني؟ قال لي شبه لبس الهنود والباكستانيين، لبس قديم كده. في الوقت ده انا عرفت ان هو كان من الجن اللي ساكنين في المكان، والصوت بتاع العمال وشغل الصيانة عمل لهم ازعاج، وبسبب سهرهم وشغلهم بالليل جالهم واحد علشان يحذرهم. عملت نفسي ان اعرفه وقلت له ده راجل محترم، بس حاولوا تخلصوا الشغل بسرعة علشان ما يحصل لكمش مشاكل. وانا في نفسي بقول لو تعرفوا ان المكان اللي انتوا شغالين فيه ده مكان مسكون بالجن، والاصوات اللي بتسمعوها والراجل اللي جالكم وكلمكم تبعهم، هتعملوا ايه هنا؟ وبتكون لحد هنا احداث قصتنا انتهت، ولو حصلت احداث جديدة هبلغكم بيها. استنوني واسيبكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.